حنين حنين حنين، أنا دايبة فيك حنين، أنا دايبة فيك حنين، حنين حنين حنين، أنا دايبة فيك حنين، أنا دايبة فيك حنين، والغربة توهتني لكن ما غربتني عنك طول السنين، شايلك فين عيني عيني، واللي بينك وبيني أشواق كل الأحب وحنين المحرومين، عيني وحنين المحرومين، اه انا بالحنين لو حد بينسى روحه، انا كنت نسيت هواك، لو قلبي بينسى حبه انسى الحياة معاك، يا ليالي والاماني اه ياللي مالكش تاني، اه يا حبي الاولاني، شايلك فين عيني عيني، واللي بينك وبيني اشواق كل الاحب وحنين المحرومين، يا عيني وحنين المحرومين، اه يا انا بالحنين. انا اه انا بالجمال. صوتك مزيكا والله، يعني حاسه ان انا مش محتاجه اسمع مزيكا اي جميل. الات موسيقيه حوالين في صوتي. ناس كتير على فكرة بتحب صوتي لايف اكتر من صوتي مع المزيكا، رائع يعني مع جمال الاحساس. حقيقي يعني. اه بالظبط، من اهم الحاجات الاحساس الصوت الحلو، بس الاحساس. طبعا في طبعا اصوات حلوه للاسف بتبقى مجوفه، طبعا تبقى زي ما زي اللي هو الحاجات اللي طالعه جديد، يقول لك الذكاء الاصطناعي صوت حلو بس ما فيش احساس، فالذكاء الاصطناعي مهما عمل مش هيوصل احساس. حقيقي. نو واي. قول لنا بقى الخطوات الاولى، ماما طبعا عشان توجهت لها بقى التحيه، اه طبعا. فقلنا دورها بقى ان هي توديكي وان هي تاخد الخطوات دي لغايه. هو انا كنت زي اي طفل صغير بيقلد اخوه الكبير، يعني الموضوع بدا عند صوتي اخويا، بيغني برضو. هو بدا الموضوع وكالعاده يعني بالتتابع احنا بنقلد، فقلدته طبعا. ابتدينا الاول في المدرسه حفلات الجمهوريه مستوى الاداره، وبعد كده تبناني ملحن استاذ احمد رمضان، كنا بنغني معاه اغاني كتير قوي، هو اللي يمكن ابتدينا بقى الموضوع جد معاه. لحد ثانوية عامة بقى ابتديت قصة الأوبرا وموسيقى عربية، إلى أن الحمد لله ربنا كرمني وعملت باند خاص، ما شاء الله، نزلت في عظمة. قايد الصاوي. اه بتغني فيه أغاني طربية قديمة أغاني برضو؟ طربية قديم وحاجات معاصرة وحديث، وغنينا كمان دخلنا شرقي في غربي، يعني لون جديد شوية.